طب انتي بتقولي الوقفه دي، تفتكري الوقفه دي مثلا معناها ان احنا كاهالي ما نستجبش لكل الطلبات حتى لو مبالغ فيها، ولا طبعا زي ما انتي برضو قلتي ان كل ام وكل اب دايما بيحس انه انا عايز اعمل احسن حاجه، ما كله جاب ما احنا كمان نجيب، هنعمل ايه، ما احنا لازم يبقى اولادنا زي الباقي، تفتكري ايه الحل؟ انا نفسي يبقى في اشراف، يعني اشراف من وزاره التربيه والتعليم او اي حاجه، ان هم بس يراجعوا كل سبلاي ليست بتاعه المدارس، ان هي ما يبقاش مبالغ فيها. مش لازم يبقوا زي بعض، ممكن كل مدرسه تختلف عن التانية، بس الاعداد مثلا ليه المدرسه تحدد لي اعداد؟ ما هم مثلا ممكن يقولوا لي كل طفل او ابنك لازم يبقى معاه برايه ومستيكه واستيكه ومسطره، انا بقى اجيب 100 احتياطي، دي حاجه ترجع لي، لكن ما يحددوليش اعداد. انا هبقى متاكده ان هو دايما معاه الحاجات اللي هو محتاجها، بس انتوا ليه بتحددولي اعداد؟ كمان احنا المفروض نعلم اولادنا يحافظوا على حاجتهم، فلما الطفل من اول يوم يلاقي ان معاه 10 برايات، هو ازاي هيحافظ على حاجته؟ فولا المدرسه بتساعدنا على ده، ولا المطلوب بيساعد على ده. في ناس كثيرة جدا على السوشيال ميديا بيقولوا ان هل مستوى المدرسة بيتقاس بحجم الطلبات اللي هما بيطلبوها؟ بصراحة لا، يعني هو معظم المدارس المبالغ فيها بتبقى المدارس فعلا الغالية قوي او الانترناشنال قوي وكده، بس في مدارس فعلا برضو كويسة جدا وكل حاجة، بس ما بتعملش كده، خصوصا المدارس القديمة اللي بقى فيها انترناشنال سكشن مش بيعملوا كده، عشان الإدارة بتاعتها بتبقى قديمة وكلها ناس كبار، وفعلا الاستنزاف ده مش موجود غير في المدارس الجديدة، واللي عارفين ان الأهالي للأسف ساعات كمان بيحبوا يتمنظروا على بعض، عارفة اللي هو مثلا ازاي انا اجيب لابني 9 برايات وصاحبه جايب 10، ازاي؟ فهم بيستغلوا للأسف الحتة دي برضو في الأمهات. نفسي قوي قوي ننصح الأمهات يعني يعقلوا شوية ويفكروا بالمنطق ويتكلموا مع بعض، ما يتكسفوش من بعض، يعني احنا حتى لو في جروب امهات كلنا شايفين ان ده مبالغ فيه، بس كل واحده فينا مكسوفه لو واحده بس قالت يا جماعه ده مش عادي، تعالوا نعترض، تعالوا نجيب كل اللي مطلوب بس بكميات منطقيه، انا متاكده ان كل الامهات هيقفوا معاها. والحاجات اللي الطفل هيحتاج ان هو يستخدمها، لان في كمان كومنتس كانت كتيره جدا على الفيديو بتاعك، ناس بيقولوا ان الحاجات دي المدرسه بتاخدها ليها. بالظبط، كان في مدرسين كمان كتبوا كومنتس ان هم من قلب الحدث بقى بيشوفوا ان اولا المدارس بتخلط كل الحاجات على بعض، يعني لو انا جايبه لابني اغلى نوع الوان، لا هو عادي هو مش شرط يلون بيها اصلا، هو ممكن يلون بالوان صاحبه، فهم بيخلطوا الحاجات وبيحطوها في مخزن واحد ومش فارق. يعني برضه امهات كتير قوي بعتولي بيقولولي ان هم مش بيجيبوا كل الاعداد المطلوبه وما بتفرقش اي حاجه، مثلا جابت 5 بدل 10، جابت 3 بدل 10، ولا فرق أي حاجة، فهم بيطلبوا زيادة وخلاص. عشان كده كنت بقول في الفيديو إهدار مال الأهالي. وكمان انت كمان شايفه ان ممكن الموضوع يعني يتحسن او يقف بان الاهالي يقفوا مع بعض واقفه مع المدرسه ويقولوا لهم احنا عايزين الحاجه اللي بس الطفل بتاعنا هيستخدمها. بالظبط، نفسي قوي الأهالي يقفوا وقفة، ما يتكسفوش من بعض، ما يفتكروش ان ده بخل على أولادهم، بالعكس التفكير المنطقي وان احنا نعلم أولادنا برضو المنطق، وما يبقاش الحاجة عندهم كتير وخلاص، فده يشجعهم يضيعوها. بلس نفسي جدا أي إشراف من وزارة التربية والتعليم على ده، نفسي جدا بس يبقى حد بيراجع ان الحاجات دي فعلا مطلوبة والأعداد دي تمام، فالليستة دي تمام متوافق عليها، وزعوها على الأهالي. لكن كل مدرسة شغالة بدماغها طالبة طلبات مبالغ فيها بألفات، يعني في واحدة قالت لي أنا نزلت الفجالة وجبت أرخص حاجة ودفعت 6000 جنيه، رقم طبعا كبير جدا. رقم كبير ومش ناقصين خالص، يعني مش ناقصين خالص مصاريف بالمنظر ده، وعلى حاجات ملهاش لازمة وكلها تترمي في مخزن في الآخر. صانعة المحتوى نهى لويس، بشكرك جدا على المداخلة.